طلعت لي منجاية مش ولا بد وسط المانجا، مرة مززة حادقة مش مسكرة كفاية ناشفة قوي، ما استوتش ومش راضية تستوي. بيحصل كل ده، بيحصل. نعمل ايه؟ ندخلها على السلطة على طول بتدينا، او ندخلها وسط عصير ونحط بقى مانجات تانيين مسكرين فتختفي كده في وسطهم، لكن للأسف برضو بتدي لسعة كده في العصير بتبوظه. فخلونا ايه، السلطة أأمن. هنعمل ايه بالسلطة دي او هنحط لها ايه؟ هنعمل لها مانجا، منجات كده ما تكونش مستويه قوي عندنا او مش راضيه تستوي او زي ما قلت مره هنستخدمها. عندنا جرجير، عندنا كابوتشا، عندنا جبنه فيتا. انا مش شايفه الجبنه يا جماعه. طيب الدريسنج بقى لذيذ جدا، الدريسنج هندعم فيه طعم المانجا ونتخلص من مرارتها بمربى فيتراك للمانجا، هتبقى جزء الحلو في الدريسنج بتاعنا. احنا اتفقنا الدريسنج دايما ماده دهنيه، ماده مسكره، حاجه مسكره، حاجه مززه حامضه. فعندنا المزز هو الليمون، المسكر هو المربى، الدهني هو زيت الزيتون. كده تركيبه الدريسنج مظبوطه. لازم المثلث ده يجتمع في الدريسنج بتاعكم علشان يطلع مظبوط وطعمه مرضي جدا. فعندنا المسكر زي ما قلنا مربى المانجا من فيتراك، مستخدمين المربى البيوري. عندنا كمان عصير ليمون ربع كوبايه وزيت زيتون براحتكم الكميه، وهنقدم مع السلطه دي عشان تبقى كده ايه غنيه. هنحط لها شويه عيش شامي كده ايه محمص. يلا بينا نبدا بالدريسنج. وانا بحب اعمل حاجه، بحب اول حاجه احط المربى وهدوبها في شويه ميه او في عصير الليمون عادي، شكليات براحتكم. الله، معلقه كبيره اهو. حد هيقول يا ساره ازاي دريسنج هيبوظ كده؟ والله ما هيبوظ، ده هيبقى قمر. هيبقى قمر ليه؟ عشان هيعادل مزازه الليمون، فهتلاقوا كده ايه وانتوا بتاكلوا السلطه مبسوطين، احنا مبسوطين، الطعم متوازن. انا بحب اديها تقليبه كده عشان اطمن بس انها دابت. الحقيقه هي مش محتاجه ميه سخنه ولا حاجه، هي ناعمه وجميله وزي الفل. انا مستخدمه المانجا البيوريه. هحط عصير الليمون وهقلبها معاه. بصوا دابت في ثواني، شايفين؟ وهاجي دلوقتي واحط زيت الزيتون. الدريسنج اللي انا بعمله ده ممكن يكفي سلطتين ثلاثه، مش هيقول لا. انا دايما عمري في حياتي ما بعمل دريسنج على القد، لازم كل مره اعمل دريسنج اعمله بزياده وزياده جدا. ليه؟ بشيله في ازازه يا جماعه في الثلاجه، ولما اجي اعمل بقى كل السلطه بعد كده يبقى الدريسنج بتاعها جاهز، مش مضطر اعمله، بحطه بس على الوش لانه بيقعد في التلاجة مدة طويلة. ودريسنج زي ده عصير ليمون ومربى وزيت زيتون ده ممكن كمان يقعد بره التلاجة، بس انا بصراحة بفضل دايما ان انا احط الدريسنج في التلاجة. هقلب لحد ما عملية الايمولشن او الاستحلاب تحصل. ايه يا سارة الكلام ده؟ يعني جزيئات الليمون الحمضية هتكسر جزيئات زيت الزيتون الدهنية، فيحصل القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده من غير ما نحط اي حاجة تقل الصوص. الصوص ما بيبقاش مماي ماي كده، لا بيتقل وبيبقى مظبوط، وكل ما هتقلبه كل ما الصوص هيتقل. طب لو تقل منكم زيادة خفوا بشوية مية ساقعة، ما يجراش اي حاجة. انا شايفة ان كده القوام بتاعي زي الفل. ممكن طبعا تحطه في برطمان وترجه، ده اوبشن برضو، بس انا شايفه ان كده تمام جدا. خدنا دريسنج عظمه، هوريه لكم حالا، بس امسح كده مكاني عشان في كام نقطه كده دريسنج طارو. اي خصايه فيها حته غامقه ولا كده ولا كده نقطعها. ادي الخص وادي الجرجير. انا بحب احط ورق كبير كده عشان ما يتهريش، وده طبعا بيخليه مفيد اكتر. اي برضو حته جرجيره مش قد كده نشيلها على طول. بيحصل طبعا حته دبلانه في الطرف ما اعرفش ايه، فنتعامل. زي الفل. نيجي بقى للمانجا القمر ونوزعها كده شرائح.
السلطات دي في العزومات كمان بقى شكلها لذيذ قوي بصراحة، وبتبقى كده ايه ملفتة للنظر، والموضوع كله منجاية يعني، تقدروا تعملوا الطبق ده بمنجاية حرفيا هتطلع ايه زي الفل. احنا مستخدمين منجتين اعتقد، لكن منجاية واحدة من اول منجاية هتكون كفاية يعني. احنا بس عاملينه لكم ايه بكرم شوية، لكن هو منجاية واحدة هتكون اكثر من كفاية. هاجي بقى واخد الجبنة البيضة قطع كده ووزعها، نعدي نعدي اي جبنه. الجبنه القريش على فكره كمان بتبقى تحفه في سلطات زي دي، جبنة البيضة التلاجة برضو بتبقى تحفة. أنا مستخدمة فيتا النهاردة، كله شغال يا جماعة. بس كده حلو قوي، مش ناقصنا غير نحط الدريسنج، وده مش هنعمله دلوقتي، ده هنسيبه في الآخر خالص وعند التقديم. كل ما هنقلب الدريسنج كل ما هيتماسك معانا أو يتقل شوية زيادة، والسلطة كده جاهزة مش فاضل لها زي ما قلت لكم غير ان احنا نقلب لها الدريسنج ونقدمه قبل التقديم على طول. انا مش هعمل ده، شكلها عاجبني كده قوي، هقدمه جنبها بس مش هحطه معاها يعني، بس اهو ويفضل مقرمش، الدريسنج مش هيبوشه كده. تعالوا بقى نحط الدريسنج للسلطة والباقي ايه نحطه معاها في صوصيرة. انا بحب دايما ادي تقليبة للدريسنج، واحلى حاجة للدريسنج الرج بصراحة، برطمان او ازازة وترجوه كويس، ده احسن حاجة للدريسنج. نقدمه كده جنب المربى عشان اللي حابب يزود، والباقي هنحطه للسلطة. أنا ما بحبش أغرق السلطة دريسنج، بس برضو ما بحبهاش تبقى ناشفة، فإيه كل واحد وذوقه يعني. أنا شايفة إن كده إحنا ظبطناها جداً.